سي منصور، في نفس السياق وفي مجال الاقتصاد كما كان يقول سي مصطفى بورقيبه، ما كانش ملم كما بالملفات الاخرى، يعني كان يتشاور في الموضوع هذا اكثر من المواضيع الاخرى، كيفاش كان يعني هوني بورقيبه؟ ضمن الحاجه المهمه هي كونه يعرف يخدم الشبان والناس ويستفيقهم. أنا عشت القضية بتاع البنك المركزي، معنا دوما رجعنا من فرنسا في 58 وأنت البنك المركزي مع المرحوم لدين ميرا. يعني ما كناش بنكاجية، احنا نعملوا في البنك سنترال وأكثرنا ما عندوش حتى حساب في البنوك، ما كناش قايمين بالموضوع يعني، لكن شجعنا فهمني وأعطانا الثقة، أطال الثقة في هذه القوة متاعه. إذا اللي تفكرت حاجة بعد 27 سنة ولا كذا قال لا تجمو أليسي فردي ما عنده، واشتغلنا سنة كاملة يعني قوة 18 ساعة نجم نقول لك في النهار وكذا، هو يتبع في الموضوع فردي وأعطيه الحصيلة متاعه. عاونونا ناس من البنك دو فرانس وكذا جاو وقاموا بواجبهم. الحقيقه كان الجوفرنور نتاع البنك دو فرانس اسمه مسيو بومغارتنير، عطانا ايكيب كامله يعني خدمت معانا قلبا وقالبا مده سنه كامله فهمتني، بحيث قامت المؤسسه على في هذه معناها حاجه. ثم تلقى ناس قاده ماذا بهم ما يدفعوه، معناه ياخذوا يخليوه ليلهم وكذا. هو ما هوش النوع هذا، هو يدفع الشباب ويعترف للشباب كذا، وفي المسألة الاقتصادية ما يظن الناس ما يفهمش، هو يفهمش معناه العملة والإصدار وتكوين البنك المركزي. وكذلك بعد ما كوننا البنك المركزي زاد قضية بنوك التنمية، بنك التنمية كونت في أول استقلال شركة قولها شركة تونسية للتمويل، رأس مالها مليون دينار بتاع الوقت، ولمدنا المليون دينار تلمد بالوالي وبالمعتمد وكذا، 5 دنانير و10 دنانير وكذا، حطوا الناس عليها ما يعرفوش الخدمة وفلست فهمتني فعلا فهمتني، وقعد مشكل التنمية مطروح فهمتني. وتدخل الرئيس بورقيبة تدخل فيه بحكمة في الموضوع فهمني، لا لأن وقتها قال يزمنا ما نجموش ما نعملوش مؤسسة مصرفية لتمويل التنمية والمشاريع، ما كانش كيفاش باش نتقدم، دليل على أنه قائم بالموضوع. فقال كلفوا فلان علينا باش يتلها بالموضوع، عملنا تقرير في الموضوع كيفاش تصير وكذا. مع الأسف وقتها المحافظ البنك المركزي والوزير المالية والشركة التونسية البنك معنا لأسباب مختلفة، كل واحد اللي عنده بنك يقول هذه الواه أنا بنك، البنك بتاعي تعمل كل شيء والوزارة تعمل لكم كل شيء والأخرى كل شيء فهمني، ما نجحناش عملنا كل شيء. وهذا خليت نغادر البنك المركزي في الوقت هذاك فهمتني، لكن فهمتني الفكرة ما نساهاش دائما. بنوك التنمية لابد، وجات فرصة وكونناها وكونت البداء، يعني رغم الإخفاق عاود رجع عدم ثقة وقت اللي جاءوا قالوا البنك مونديال كيفاش نعملوا كذا، وعملنا البداء. وقالت البنك الدولي قال نفس الشيء اللي قلناه في التقارير متاعنا، لكن ما وقتها اقتنعوا هما وتكون اللي كان يرأس الحبيب بورقيبة الابن الله يرحمه، بحيث ما هوش تقول ما يتبعش الأمور الاقتصادية.